فقد استظهر فيه العدو على بني حفص ظهورا عظيما، فأثخنوا فيهم وأسروا كثيرا من فرسانهم وقتلوا بعض ساداتهم. وما أن أقبل الليل شيخ أسامة خليكي بمكانك، رح روح اعمل لك كاسه يانسون. اخ يا عمتي اخ، قلبي عم يوجعني. اخ يا عمتي اخ، ما هي قلبي عم يوجعني لما بقول لك ما تلعبي تحت المطار ما بتردي علي. خليكي. يا أخي 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 يا
أخي مراد شو عم تحكي أنت؟ لا إله إلا الله. طب استناني رح أحط ملبوسي على بدني وأجي معك. أخي مراد مو حدا عرفان شو صاير له، راح على القهوة بالعرباية ورجعت العرباية لحالها. شو يعني؟ يعني ما بعرف، هي أول مرة الحصان بيرجع لحاله على البيت، خايفين يكون مراد صاير له شيء لا سمح الله. إن شاء الله أنت رح تروح بهالمطر والهبيت تدور عليه؟ إيه، الأغا راح مناح وأنا والعربجي رح نروح مناح. ليش أنت ما بتعرف إنه أنا بخاف بقى لحالي؟ هلا أنت مو لوحدك، ليكن الخدم عندك، وإذا بدك أمك ابعث لي خلفها. أنا شو بدي بالخدم إذا صار لك شيء لا سمح الله؟ ولا أمي شو بدها تعمل لي إن صابك مكروه؟ بعيد الشر عن قلبك. دور هلا أنا ما أخلص معك، بدك تكوني قريبة من أمك، جبتك سكنتك جنبها هلا لأنه بدي روح دور على أخي، صارت أمك ما بتنفعك. أنا خايفة عليك، إذا صار لك شي والله بروح فيها. بعيد الشر عن قلبي. الشر ما رح يبعد عن قلبي إلا إذا كنت بجنبي، خصوصي إني اليوم مو على بعضي. خير، عم تشكي من شي؟ ما بعرف، بدني حاطط ونفسي عم تلعي، يمكنني مرضانة. لا تكوني حبلة لك بدور. ما بعرف. خلص ارتاحي ارتاحي لك ارتاحي. شلون بدي ارتاح وانت مالك بجنبي؟ خلص ليكنك ما رح تركب. شو هالنهار هاد يا ربي؟ شو عاملة أنا يا ربي؟ نازك ومراد بيوم واحد. الحمد لله الحمد لله على كل شيء. طولي بالك يا ستي، نازك والحمد لله بألف خير، ومراد أفندي عذره معه، وقلبي قايل لي إنه بخير. قلبي قامت من الصبح. يا عمو شو هالحكي؟ تحت أمك على الخير. يا عمر قلبي شو كان مهنيني بعيشتي. أنت كمان هنية، شو بكي؟ حاجة تفاولي على الزلمة؟ فتحت أمك على الخير، شو بكون يا جماعة؟ يا رب. الضو بلش يجلجل والمطرة بلشت تخف. يا رب يا رب سترك، يا رب عفوك، يا رب يا رب انت ادرى بحالي، يا رب يا رب. يا بي مراد، الحمد لله على سلامتك يا حبيبي، الحمد لله على سلامتك، الحمد لله على سلامتك. يلا يا ابو محمود اتكلوا على الله واذبحوا الخواريف. يلا شباب يلا. لما وقع الحيط الغربي لخان أسعد باشا لوين إجا؟ إجا فوق الحيط اللي مواجهه ورمالك بفرد رمية 6 دكاكين بسوق البزوري. يا لطيف. وقع 10 محلات بالخياطين والمرادنية وسوق جديد وسوق الدق، حتى العسكر نقلوه من إشنا ونيموه بالجوامع. يا لطيف لطف يا سيدي. الشوف مو مثل الحكي، لا تذكرني يا آغا لا تذكرني. المهم سيدي الحمد لله على سلامة مراد أفندي. الله يسلمك. تاري الضنا أغالي كثير يا أغا، يعني أنا مراد ما كنت مكتشف غلاوته عندي إلا بعد هالغمة هاي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة.
ليش كمان مدحت افندي كان بالنوفرة؟ لا، مدحت افندي متداري ورا حيط ماكن كتير. الحمد لله على سلامة مراد يا بي. اودعناكم اغا. مع السلامة يا اغا، الله معك. يا بي بدور كانت كتير تعبانة مشان هيك ما قدرت اتركها لحالها. لا لا لا، كل شيء إلا بدور سلامتها إن شاء الله. بس أنا وصيت العربجي، ها وصيته يخبرني أول بوال. لا بعرف أنا أنه قلبك على أخوك. وأختي نازك يا بي، إن شاء الله صارت أحسن، والله قلبي غليان عليها. ولك قويلي هالقلب شوي، ولك عيب عليك، ولك حرمي لسه ما فقست البيضة عنا، ساوت منك واحد طرطور. ولك افرض أخوك ما صار له شيء، افرض أختك ما وقع عليها الحيط، لك ما بيخطر ببالك انه عندك اولاد لازم تشوفهم؟ ولك ما انشغل بالك على الاغا الصغير؟ الله بيعلم يا بي. ولك ما حملك عقلك انك صاهرت واصف باشا؟ ولك انا اللي خليته يوافق بماليتي وملكاناتي، لازم يشكر ربه صبح ومساء لانه ناسبني. ولك انت لازم ترفع راسك وتعتز بابوك الاغا، مو بعمك ابو حرمتك. يا بي والله انت دائما على راسي من فوق. مالي شايف هيك شيء يا ابني، مالي شايف هيك شيء. أبي دخيلك أنت، بس طول بالك علي شوي لحتى تجيها الخلفة لبدور. وشو بتعمل ساعتها؟ بتجيبها هي وابنها لعنا؟ شو قلت يا أبي؟ ابنها؟ دعيلي يا أبي، يا أبي دعيلي إن شاء الله يا رب يجيني صبي. إن شاء الله يا أبني إن شاء الله. بس بركي جابت لك بنت، شو رح تعمل؟ ما بعرف يا أبي ما بعرف. يعني بتعمل معها مثل ما عملت مع درية؟ تفضل ستي. يسلموا ايديك. الله يسلمك يا ستي. بتريدي مني شيء؟ ايه بدي اياكي تبعتي لي ورق معبدو. معبدو؟ لهلا ما وصل ستي، يا خوفي يكون الهبيط وصل على بيتها هالمسكينه. طيب وشكريه؟ شكريه؟ اخ منها يا ستي. ليش عم تشكي منها؟ لانها مختفيه يا ستي. مختفيه؟ صار لي من وقت ما طلع الضوء عم دور عليها ما عم لاقيها. بجوز يعني بجوز تكون هون ولا هون. ابدا، فص ملح وداب، ما خليت لا بيت المونه ولا المطبخ ولا البايكه ما دورت فيهم. لا تتعبي ستي. هاي ام عبدو. ام عبدو يا ام عبدو. تاي السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله عليك يا ستي، شمر رجلك خير ان شاء الله. ما في شيء ام عبدو، ما في شيء، اعدي بس وقع الحيط عليها. ولي على انتي عليك يا ستي، الحيط وقع على رجلك، يا ريتني انا ولا انتي يا ستي. انشغل بالنا عليك يا ام عبدو. اخ يا ادم الخير، شو بدي احكي لك على اللي صار لي؟ بيتي هبط، صفيت بلا بيتي يا ادم الخير، ولو ما لحق حالي وطالع ابني لبرا كان هبط البيت فوق راسنا. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب ام عبدو ابنك وين تركتيه؟ يا حبيبي يا ابني يا حبيبي سامحني، دخيلك سامحني، وديته على المدرسة يا ستي. مع العاجزين مثله. شو بدي اعمل؟ هذا اللي قدرت عليه. شو بدي اعمل؟ الحمد لله. هي عيشة الفقير. نقول الحمد لله، الحمد لله يا رب. دام الخير. نعم ستي. امي اعملي لك كاسة ليمون لما عرفت. ما بدي شيء، ما بدي شيء، دائما بعسبكم معي، بحملكم همومي. يا علي عليك يا ستي، يعني كان كل شيء يخطر لي الا انه اجي ولاقيك مشبرة. الحمد لله رجلك ومو غير شيء. أنا كنت رح أتأذى أكتر من هيك يا أم عبدو لولا شكرية. شكرية؟ إيه شكرية، اللي عملته شكرية ما بيعملوه ثلاث رجال. كتر خيرة أم عبدو. مين هاي شكرية؟ شكرية بنت أختي؟ بنت أختك ولا ابن أختك؟ بوس إيدك يا ستي سامحيني، بوس إيدك يا ستي سامحيني واغفري لي يا ستي. عبدو من اليوم ما عدت تشوفي بهالبيت. اسمه عبدو؟ يعني ابني؟ ايه نعم يا ستي ابني. لا يا ام عبدو، هيك؟ هيك بتحتالي على الناس اللي اكرموكي وصانوا لقمتك؟ دخيلك يا ستي، قولي اللي بدك اياه، املي فيه اللي بدك اياه، اقتليني، موتيني، اتبعيني، خلص خلص سامحيني دخيلك. طيب ليش هيك عملتي؟
من خوفي عليه يا ستي، من خوفي عليه. ابني الوحيد ما لي غيره بالدنيا، أخوه العاجز ما منه الرجاء. كنت خايفة عليه سوءه بالنمرة، على الحرب، على بلاد ما بيعلم فيها إلا رب العالمين. بس وكيلك الله يا ستي، وكيلك الله كان كل يوم يقضي هون يدوب فيه السم والدم. كان ندمان كتير لأنه هرب من نمرة، كان يتمنى الموت كل يوم يقضي فيه هون، حتى كرهني وكره حاله يا ستي. عبده رحل يا أم عبده. رحال؟ ايه احسن، منيح عمل، الله معه. اشكري ربك انه ما حدا غيري كشفه. شاكرته وحامدته يا ستي ليل مع نهار، شاكرته وحامدته. وجميلك هاد يا ستي، جميلك هاد فوق راسي ما بنسى ليوم الدين. كحل عيوني بشوفتك مراد أفندي. أبو أسامة ارتحى. مين أبو أسامة تقبرني؟ معلمي حفار الخشب. معلمك؟ علمني كيف ساوي من قطعة الخشب اليابسة بدع وفنون. الله يرحمه. تقبرني لا تقهر حالك. الله يديمك فوق راسي وراس هالولاد يا حق. كان معيش عيلته وولاده من هالكار، هلأ كيف بدهم يعيشوا؟ أبو أسامة مات بس كارو ما لازم يموت، دكانته ما لازم تتسكر، وولاده لازم يضلوا عم ياكلوا من تعب هالدكان. تقبرني كيف؟ يا حسرتي، إذا الدكان هبطت وصاحب الكار ارتحم كيف؟ رح أرجع أعمر له دكانته، ورح خلي ولاده يتعلموا الكار عن حفار تاني، وبدي أتكفل بمعيشتهم لحتى يتعلموا المصلحة. يحميك من عدوينك يا مراد آغا. الله يديمك فوق راسي يا أبو قلب كبير يا حنون. هات المكتب لي يا ستي، يا بعيش بزل يا أما. يا أما شو؟ ولا شي يا ستي. الله يعين كل حي على بلواه. شو يلي خلاكي تتستري عليه يا نازك؟ تسلمي لك يا مهدي. أسلامة، أهلا وسهلا بأعيان وعقلاء الشام أصحاب العلم والقدر. إن شاء الله تكون زيارة مباركة. يعلي بقدارك يا أمير، العلم والقدر الجليل عندكم يا سيدنا. عسى أن يكون جوابنا عن سؤالكم في حديث التخيير قد شفى الغليل يا محمود أفندي. بارك الله فيكم يا سيدنا وجزاكم الله عنا كل خير. بس الحقيقة يا أمير، أنا اليوم جاي أنا وعيان الشام لحتى نناقش معك موضوع خارج عن أمور العلم والفقه والتفسير. نحن جايين نناقش أمر خطير ومصيبة كبيرة عم تتهدد البلاد. الشيء اللي نقدر عليه الخير البلاد والعباد ما نقصر فيه. سيدنا أنتو أخبر بحال البلاد والعباد اليوم، واللي ما بيرضى عليها أي إنسان غيور. راني نسمع ونشوف. الحال ما هو حال، والناس عايشين في هم كبير، وخسائر المطر اللي جات في الشتاء
زيت الطين بالله. الضرائب هلكت العالم وما ضل معهم معاش يومهم، يعني بجوز البلد ما توصل لحد المجاعة بس كل مصالحها معطلة، والقرش ما بيفوت على البني آدم إلا بطلوع الروح. كنا نقوله مثل وصار حقيقة، يعني قوت ولا تموت. راني نسمع بهذا الشيء الكل ونحاول باللي نقدر عليه نساعد اللي يقصدنا، ونحاول دايما نفكر بالزراعة، لكن الولاة اللي تعاقبوا على ولاية الشام من يوم اللي وصلنا لهذه الأرض الطيبة ما أعطوا يد العون لأفكارنا وخططنا. كنت تقدمت بطلب للوالي فيما يخص ضيعة كفريم، نحولها أرض زراعية ويفلحوها المغاربة اللي جاوا للشام، لكنه يمعطل للأسباب اللي تعرفوها الكل. الحقيقة أحمد باشا اليوم سبب كل بلاء بالشام، بدأ بحكاية الطابو ولحقها بتحصيل البواقي وضريبة الميري، ولسه الباقي أعظم. الظاهر كافي للحكم على أحمد عزة باشا بدون ما ندري بالمخفي. وأنا في استغراب واندهاش كيفاش يعين السلطان عبد المجيد على أهل الشام والي كما أحمد عزة باشا، يوصل بالبلاد للخراب. سيدنا أحمد عزة باشا في مين أوصله لمرتبة ولاية الشام تدبير شرير لتنفيذ أمر خطير؟ هذا الشيء أنا بعرف منشأه من قبل 10 سنين وقت اللي كنت موظف حكومي بالأستاني. والشي اللي تحب تقوله محمود أفندي؟ بدي يقول يا سيدنا أن الوالي أحمد باشا من البشوات المعارضين لسياسات التسامحية يلي عم يشرعها السلطان عبد المجيد، وغرضه يحرك الفتنة ضدها بحواضر الشام. عندك وقائع على هذا الكلام الخطير؟ سيدنا عم يوصل لمسامعنا أنه الوالي أحمد باشا وحاشيته عم تحرك عواطف العامة والجهلة لحرق البلاد ورمي بأتوم فتنة أهلية إلى أول ما لآخر. هذا الكلام إذا كان صح ما نسمح به في أرض احنا فيها مهما كان اللي وراه. وما هي أوامر حضرتكم ساعة وقوع الواقعة؟ تعطي أوامر لعسكر نظام حمايات شكليات ساعة وقوع واقعة قارش ماه، أحد متبارزين متصارعين حتى تظهر الغلبة. وإن طال أمد واقعة؟ واقعة لن تطول حين بني آدم لا يقاوم مخرز، وبعد خلوص واقعة وانقضاء أمر محتوم نقول كلمتنا في تدابير سلطان عبد المجيد فرمان ورود كل خان الجديد، يجب أن يحرق أصابع من كتبه. أخي فهمت إنه شغلة منابزات وتمرير سياسات ومصالح، بس شو هذا اللي عم يصير؟ والله اللي عم بيصير يا حنا ما بيطمن بنوب. الفتنة عمت بولاية صيدا وبالجبل، الطرفين كل واحد منهم عم يجمع الأنفس والسلاح. شو صار لها العالم ما بعرف، بتقول جنت، نسيوا إنه الولاد أرض واحدة وحكم السيف بيناتهم بدل العقل. إيه مو الحق عليهم، في مين عماهن وحط السيف بيدهن. قصدك العصملي؟ العصملي وغيره، أنا ما ببري حدا، كله له مصلحة، الفرنساوية والإنجليز. هالحفرة الغميقة يلي عم يدفشونا عليها إلها أكتر من حفار، وإذا وقعنا فيها الله يجير، ما راح تلاقي حدا يمد إيده ويطالعك منها، بالعكس كله بصير بده يغمق لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الله يسمع منك ويعم السلام. عود أخي مدحت، عود. شو بو معلم، حنا مو رايقة معه الحشيشة اليوم، مع أني جايب لكم أخبار كتير حلوة عن رخصة الجريدة. الأخبار اللي وصلت من بيروت مبارح شغلت له باله ومحركة خواطره. يعني ما لازم ينشغل بالي؟ قليلة اللي صاير. اطمنوا سيدي اطمنوا، مبارح سمعت أنه تحركت قرطة كبيرة من عسكر الانتظام وطلعوا على حاصبية ليحلوا المشكلة. يا حبيبي سامع مراد أفندي، هدول بقى من جماعة غمقلو. إن فرنسا لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي،
تجاه ما يحدث في المنطقة هنا يا سعادة القنصل. ألا تعتقدون أنكم تستبقون الأحداث أو تسابقون الأيدي التي دبرتها؟ منذ الاتفاق في مؤتمر باريس والسياسة الفرنسية تتعامل مع الوضع في المنطقة بمنتهى الروية، وتحرص على اتفاق الدول الخمس الكبرى في أي خطوة تخطوها على الأرض. وفي النهاية نحن لا نملك تجاه السلطنة تحفظات ومؤتمرات خفية، وغيرنا أدرى بالمفاجآت التي يجري الإعداد لها تحت الطاولة. إنها فتنة طائفية داخلية، ونحن ننظر إليها حتى الآن على أنها شأن تركي داخلي، تماما كما نظرنا إلى المشاكل التي رافقت إصدار مليككم هنري الرابع لمرسوم نانت حول حرية العبادة في فرنسا منذ قرنين من اليوم، على الرغم من أن البروتستانت كانوا موضوع هذا المرسوم. على أي حال لا يمكن لأحد تجاهل تحقيق مصالحنا في المنطقة، وما الدم البارد الذي تتعاملون به الآن مع الأحداث إلا بسبب مصالحكم المتحققة فعلا في ظل الأوضاع الراهنة عبر الأسواق المفتوحة أمامكم وسيطرتكم على مركز القرار في السلطنة. أنت تخاطبني يا سيدي من أعلى صار السفينة الحربية التي تقل 6000 جنديا من جنودكم البواسل في طريقها إلى سوريا في محاولة لفرض الأمر الواقع. لم يكن بالإمكان الانتظار أكثر من ذلك، لقد حان الوقت لنتدخل ونعيد النظام إلى نصابه. إن لنا استثمارات هنا يجب أن نتعامل معها بشكل مباشر، نحن نحمل إلى هذا البلد نسائم الحرية والنهضة الحضارية. أنت تضحكني يا سيدي بحديثك المنمق هذا عن التدخل العسكري الذي لا يمكن أن ننظر إليه إلا كغزو عسكري مهما ابتدعتم له من أسباب ودوافع إنسانية. دعنا نتحدث بصراحة يا سعادة القنصل، لقد حاولنا أن نقتسم معكم لحم هذا الجمل الذي لم تعد قدماه قادرة على حمله، لكنكم تريدونه أن يتابع المسير وأن تتربعوا على سنامه. وأنتم تحاولون الآن جعله يتعثر بالقوة كي لا يكون هناك مفر من ذبحه وتقطيع أوصاله. وهل لديكم يا سعادة القنصل طريقة أخرى للاقتسام؟ Thank you.
الرياض. قر يسار در امام سر. مشير أحمد عزت باشا بمصادقة جلالة سلطان عبد المجيد خاقان برين وبحرين على نتائج محاكمات عسكريات جزاء لما اقترفته أيديكم في تمكين فتنات، نأمر نحن فؤاد باشا مشير خارجيات مفوض من عظمة افتخار سلطان بإعدامكم رمياً بنشان. سريات هيا نشان. يا لطيف، ما في بيت بالشام إلا صابته هالغمة، اللي راح بالطحشة واللي شنقوه بجرايرها واللي حطوه بقفص خشب ونفوه. إيه الله يرحمنا جميع اللي رجع البلد لأصله، وما خيلي أي غريب وقع الفتنة بيناتنا. قال مبارح نيشانو لإجازات أعماله. أحمد باشا هو دنا بالحناش، الشغلة أكبر من هيك بكتير. ليش في حدا تاني عم يحفر لنا هالحفرة غيره؟ اللي عم يحفر لنا كان ناطرنا نوقع مشان يغمق لنا أكتر. كيف هي بقى؟ هي بدك تسأل عنا أبو الحن. مين هذا أبو الحن؟ هاد رجال وقت الناس كانت عم تتعلم تفك الحرف كان هو عم يجرب يركبه. عقله بيسوى ذهب، أصابيعه بتنلف بحرير. كان يبقى مثل أخي وأعز. آخ وينك هلأ يا أبو الحن؟ إيه الله يجمعك فيه يا ابني، مبين عليك بتعزه كتير. الصديق غالي يا آغا. هذا مو صديق، هذا أخ، وغلاوته بغلاوة مدحت على قلبي. من وقت ما صارت الواقعة وما عدت عرفت عنه شي، أمرار بتدق براسي بقول لحالي لازم أطلع دور عليه من قرني لقرني ومن مطرح لمطرح إلا ما أعرف عنه شي. دخيلك يا ابني لا تبلينا، لسه الحالة ما هديت. لولا خوفي من انه يقولوا عصى اوامر الوالي لكنت خليت هالخان مسكر وحطيتكم بالبيت وقعدت انا وياكم، حطيتكم حوالي لا طلعه ولا فوته. بتعرف معك حق يا اغا، صاروا لامين فوق الالف شاب من الشام وساحبينهم على النمره وحاطين خبر عند المخاتير. يلي بيسلم حاله طوع ورضا ليخلوه بالبلد، ويلي بيكمشوه هربان بدون يسوقوه لبلاد ما بيعلم فيها غير رب العالمين. ولربك حميد انا دافع بدل لهالولاد. يا الله رحمك. بتعرف قديش فرض فؤاد باشا على التجار والاعيان ليخلصوا رقبه اولادهم من النمره بهالايام؟ قديش؟ 20,000 قرش. القرش ينطح قرش. اوف كل هالقد؟ عم يتلبسوا العالم تلبس. من يومين طلبوا ابن رشيد افندي القسي وبعثوا له الضابطيه. قام أخذ لهم إياه ورجاهن إنه عمره 45 سنة ورايحين أسنانه. قاموا طلبوا ابن ابنه. عوجة وما في خواص يا أغا، وطالما نحن موطين راسنا ومطاطين كتافنا إلا ما يركبوا عضهورنا. بلا الحكي يا ابني، الله يرضى عليك بلا الحكي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هيا دان العصر صار ترم منع الخرجة والدخلة لك ابني، قوم خلينا نسكر هالخان وتيسر على بيوتنا ما بدنا مشاكل. يا الله تبداها مني وتنتهي باخر رجل بالعشيره، تراني نقف خلفك صف واحد. بارك الله فيك وفي حميتك يا شيخ مجهول. تسلم. ما نعستوا سيدنا؟ لازم تفوت تنام كم ساعه وتريح جفونك لما يطلع الفجر. والله يا شيخ محمود ما يجيني النوم وانا نعرف البلد تمر بهذه الليالي العصيبه.
اللي عملته للحين يا امير ترى تعجز عنه السلاطين والجيوش. استغفر الله، ما كان الى الواجب. لكن الابرياء يلي انقذت حياتهم واسعفت ارواحهم راح يدعوا لك لولد الولد. نتمنى صحة تصير قصة تحكيها الناس وتعتبر بها. لكن الآن يا شيخ مجول ما نشوف المشكلة خلصت حتى يرجع المرسول من بيروت بنتائج اجتماع فؤاد باشا مع قناصل الدول الخمسة. وظن أنه العصملي يديرها بالحق يا أمير. المهم الآن يخرج العسكر من البلاد وما يدخل الشام. وبظن يدخلوها يا أمير؟ في زمان يا شيخ محمود على جال ضربة مروحة هو بها الدي حسين على قنصل فرنسا اللي كان يهين فيه. دخلوا الفرنسيس للجزائر وما خرجوش منها اليوم، ودخلنا معهم في حرب أكلت الأخضر واليابس. لكن اليوم ما نشوفهم إلا يستغلوا الظروف اللي تمر بها الشام ويدخلوها دخول الفاتحين والمقيدين. ما يدخلونها بإذن الله ونعم بالله. لكن يا شيخ مجول كل الظروف اليوم مواتية لهم باش يدخلوها تحت أستار الإنسانية وما يخرجوش منها أبدا. السلام عليكم يا سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. خير إن شاء الله. ما هي الأخبار؟ الأخبار ما هي منيحة بزاف يا سيدي. أتكلم، الشيوخ ما هم أغراب. الجنرال بوفو قائد حملة الفرنسية يطلب منك تأخذ عائلتك وتترك الشام بالحال، خاطر الشام تصير تحت مدافع جيش الفرنسيس غدوة. شو عم تقول يا رجل؟ وين نقدر نشوف الجنرال قائد الحملة؟ نظن انه يكون بعد ساعات في قب الياس على الطريق بين الشام وبيروت. يلا هنتحرك يا ولدي قبل ما توقع الفاس في الراس. لازمني اليوم نشوف الجنرال ونبصره بنتائج هالقرار. ونحن معكم يا امير. لا يا شيخ محمود، البلد في حاجة الى العقلاء واهل الحمية كلتهم. حبكم تبقوا هنا وما تغامروش برواحكم. لكن ارواحنا ما هي اغلى علينا من روحك يا امير عبد القادر. يا شيخ مشغول 15 سنة واحنا نجاهد فيهم ونتعامل مع جنرالاتهم. بس يا امير هذا واجب. خلينا شوي نعمل الشيء اللي قدرنا عليه رب العالمين. يلا يا حيدين. برنس عبد القادر، اخيرا ها انا احظى باللقاء بكم. السلام عليكم ورحمه الله. انا سعيد جدا بمآثركم العظيمه هون بيان فيغ دوفو. اهلا سعاده القنصل. انا سعيد يا امير ان رسالتي قد وصلتكم، فنحن حريصون ان لا تصابون انتم واي فرد من افراد عائلتكم الكريمه باذى خلال الاحداث القادمه. وش اللي تقترحوه مقابل هذا الشيء جنرال؟ كيسكو فو بروبوزي مسيو الجنرال؟ باردون برنس، لقد شرحت لكم كل شيء في رسالتي مع ولدكم مهي الدين. إن قواتي ستدخل إلى دمشق مع الساعات القليلة القادمة من هنا من جهة الصالحية. أليس هذا هو اسم مدخل دمشق يا سعادة القنصل؟ وي مون جنرال سي سا. وستتمركز هنا بعض قواتي المدفعية بغرض إحباط أي مقاومة من جهة العساكر العثمانية أو الأهالي إن حصلت. لهذا كانت وصيتي لكم بالمغادرة أنتم وأتباعكم في هذه الليلة بالذات. إذا صح عزمكم في الدخول إلى دمشق الآن فوراً راح يكون من الصعب علينا أننا نخرج الكل من الشام خلال ساعات. ولماذا يا سمو الأمير؟ هل هناك من عائق ما يمنعكم؟ لأن عائلتي الكبيرة الآن تضم كل رجل ومرأة وطفل في الشام من كل الملل والنحل. وراني نشوف جنرال باللي من الصعب أننا نخرجوا الكل ونخليوكم البلاد. هل تعلم يا سمو الأمير معنى ما تقوله؟
الأمير عبد القادر ما يقول غير الكلام اللي يصدقه بالأفعال بإذن الله. وإذا حبيت تسأل الجنرالات اللي عارفونا في الجزائر راح يجيك الخبر اليقين. مين؟ أنا عبدو، افتحي لي يا ناصر. عبدو، شو جابك من نص الليل؟ خبيني يا نازك، خبيني، العسكر لاحقيني بدون يبعدوني عنك.